السلام عليكم، ازيكم؟ رسميا منتخب هولندا ومنتخب السنغال الى دور ال 16 بعد فوز منتخب هولندا على منتخب قطر، عشان منتخب هولندا يوصل للمباراه رقم 16 على التوالي في المجموعات بدون هزيمه، ومنتخب قطر بيودع المونديال باسوا شكل وباسوا طريقه ممكنه، ومنتخب السنغال الى دور ال 16 كوصيف للمجموعه بعد الفوز على منتخب الاكوادور بسيناريو مجنون، عشان يكون اليو سيسي مدرب السنغال اول افريقي في التاريخ يتاهل للدور الثاني كلاعب وكمدرب، عملها في 2002 لما كان لاعب للسنغال، وعملها في 2022 لما كان مدرب السنغال. طب ايه اللي حصل النهارده وايه هي مجريات المباراه واهم الاحداث اللي حصلت النهارده؟ عايز تعرف اقول لك، عشان اقول لك لازم احكي لك الماتش من الاول. صلي على النبي ويلا بينا. نبدا بالسنغال والاكوادور. منتخب الاكوادور اللي واضح من اول الماتش ان هو نازل بيلعب على التعادل، وطبعا كلنا عارفين ان اللي بيلعب على التعادل بيخسر دايما، ولكن لحد دقيقه 40 منتخب الاكوادور كان فرض اسلوبه وفرض الطريقه اللي بيلعب بيها، وهو الحفاظ على النتيجه وانه يخلص الشوط الاول من غير ما يستقبل اي اهداف، ولكن بتيجي ركله جزاء بيسجلها اسماعيل صار وبيدي الافضليه لمنتخب السنغال، وبندخل الشوط الثاني بقى وحرفيا بنشوف شوط ثاني مثير مجنون. منتخب الاكوادور بدا ان هو يهاجم ويخرج من منطقته عشان يسجل هدف التعادل ويتاهل للدور الثاني، لان النهارده التعادل كان كافي لتاهل منتخب الاكوادور، وبالفعل منتخب الاكوادور بيسجل التعادل في الدقيقه 68 وبيحيي الامل من تاني وبيحيي الحلم من تاني، ولكن في الدقيقه 70 كولوبالي كان عنده راي تاني، بيسجل الهدف التاني لمنتخب السنغال وبيقضي تماما نفسيا ومعنويا وفنيا على منتخب الاكوادور، عشان كولوبالي يكون اكبر لاعب في تاريخ منتخب السنغال بيسجل في كاس العالم بعمر 31 سنه و126 يوم، ومنتخب الاكوادور يودع كاس العالم بعد الاداء البطولي اللي كان عامله في المجموعه، كلنا توقعنا ان منتخب الاكوادور هو اللي هيكون الحصان الاسود في البطوله، ولكن خبره منتخب السنغال هي اللي لعبت دورها، وفي نفس الوقت لعيبه الاكوادور بعد ما استقبلوا الهدف الثاني اتهزوا وحسوا بقى وشعروا بالخوف من الهزيمه والخوف من الخروج من المونديال، فده اللي اثر عليهم في الملعب فنيا ونفسيا ومعنويا زي ما قلت لك. كده منتخب السنغال كتاني مجموعته هيلاعب الاول من المجموعه بتاعه انجلترا وامريكا وايران وويلز اللي هو غالبا انجلترا، يعني ممكن نشوف مواجهه من العيار الثقيل في دور ال16 بين السنغال وانجلترا، ومن هنا نروح على مباراة هولندا وقطر. مباراة هولندا وقطر اللي مش عايز اطول فيها خالص، لان برضو الصراحة ما شفتهاش، انا كنت بشوف السنغال والاكوادور، وفي نفس الوقت برضو هي مباراة شبه تحصيل حاصل، كده كده منتخب قطر ضامن الخروج من المونديال، ومنتخب هولندا كان يكفي التعادل ويتأهل لدور الستاشر، ولكن كلنا توقعنا ان لازم نشوفه ردة فعل من منتخب قطر، ان شاء الله حتى تتعادل لحفظ ماء الوجه، ولكن منتخب قطر بيكون مصمم ان هو يخرج من كأس العالم بأسوأ سيناريو ممكن في التاريخ، وبأسوأ طريقة ممكنة، بيعلي على منتخب جنوب افريقيا سنة 2010 الطواحين الهولنديه اللي ما اثبتتش نفسها لحد دلوقتي في دور المجموعات، حتى الان بدون هزيمه، ولكن الشكل الخارجي والشكل الداخلي لمنتخب هولندا ما يطمنش، وبيقول لك ان منتخب هولندا مش هيقدر يوصل لمسافه بعيده في المونديال. اتمنى ان الاداء يتحسن والروح ترجع من تاني من اول دور ال 16. منتخب هولندا اللي قدامه مواجهه يكاد ان تكون ضعيفه الى حد ما في دور ال 16، هيواجه منتخب من ايران او امريكا، طبعا ايران او امريكا اقل فنيا بكتير من منتخب هولندا، ولكن كاس العالم عودنا على المفاجات، وانا دايما بقول لك ان المونديال دوت هو مونديال المفاجآت. في النهايه يا رب اكون شرحت لك الماتش بشكل مبسط، ويا رب وفق المنتخبات العربيه. كان معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، وما تنساش اللايك والمتابعه.